أحسن الله إليك. يقول السائل: أم ساحرة وتوقع بين أبنائها وبين زوجاتهم، هل يجوز مقاطعتها؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الكلام صحيحا وأنها تسحر هذا كفر، الساحر كافر والعياذ بالله، ويجب استتابته، فإن تاب وإلا فإنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وكتب عمر إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر. وصح قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر بن الخطاب، وعن ابنته حفصة رضي الله عنها، وعن جندب بن كعب رضي الله عنه، 3 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت ساحرة فهي كافرة، ويجب أن يرفع بشأنها إلى ولي الأمر لتستتاب، فإن تابت وإلا فإنها تقتل. وإذا لم تتمكنوا من ذلك فعليكم بمقاطعتها والابتعاد عنها وهجرها، لأنها كافرة.